هنعمل تكتوكة المغربية، بس هنعملها كوبايات أكواب، هنقدمها بشكل مختلف شوي. الأكواب أهي زي ما احنا اتفقنا، 2 ورقة سبرينج رول، بنقطعهم دايرة مربع زي ما احنا عايزين، ندهنهم بزبدة تكون زبدة لينة، نعملهم خلف خلاف واحدة أصغر من التانية، ونحطهم في قوالب الكب كيك، بيطلعوا لنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده أهو، نفس موضوع الكاس. يعني عندكم الشكل أهو بسيط جدا، بصوا من هنا بيبقى عامل ازاي أهي، ومقرمشة جدا، يعني هي ناشفة معايا قوي. بس كده هنيجي لمقادير تكتوكة، بس أنا هدخل على تكتوكة لحمة مفرومة النهاردة، هندخل عليها لحمة مفرومة. هي تكتوكة المغربية يا جماعة هي عبارة عن فلفل أحمر، فلفل أخضر، وممكن نعمل الفلفل اللي احنا عايزينه، بس هي أغلبية يا الأخضر يا الأحمر، يا هما بنعملهم ميكس. طماطم متقطعة مربعات صغيرة جدا، كزبرة وبقدونس مفرومين ناعم، بصل مفروم ناعم، صلصة طماطم، جنزبيل باودر، فلفل بابريكا أحمر اللي هي التحميرة، كمون وتوم مبشور أو مهروس براحتكم خالص. وأنا هنا للتزيين هضيف عليها ساور كريم، وكمان عندي بقدونس مفروم ناعم، هزود عليها اللحمة لأنها بتبقى حلوة جدا باللحمة، يعني بتبقى رائعة بصراحة. بس خلوني أنا بعمل إيه أهو، بسم الله، خليني أنزل اللحمة أول حاجة. يعني أول حاجة هعملها هنا هي إني هعمل اللحمة بتاعتي، وفي نفس الوقت هجيب طاسة تانية نعمل فيها تكتوكة، وفي الآخر خالص هنعمل ميكس بين الاتنين. هتبلها بإيه؟ هتبلها بشوية فلفل كأنكم هتعصجوها، بس هي لوحدها، وملح أهو. خدوا بالكم احنا لسه هنضيف ملح في ايه، في التكتوكه ديالنا اللي هي التكتوكه اللي هي السلطه، معروفه تكتوكه مغربيه من اشهر السلطات او اشهر المقبلات اللي عندنا في المغرب، هي والزعلوك، خزو مشرمال، الجرعه مشرمله، او الخضار بمعنى اصح كلها مشرمله. هاخد هنا مشرمله يعني متبله، متبله تتبيله حلوه، هنا شويه خليط ما يعادل نص ربع كوباية، يعني هناخد ربع كوباية هنقسمها نصين، خليط بين زيت عادي وزيت زي ما انتوا شايفين زيتون او زيت العود، كل واحد كيفاش كيسميه. هقلب دول. يلا بينا ناخد البصل، هناخد الطماطم، مش هستنى لحد ما كل حاجة تتعمل لوحدها خالص، لا هو كله مع بعضه، فين اهو، وهبتدي. خلينا بس تسخن الطاسة بتاعتنا عشان لسه مشغلين عليها النار. خلينا نظبط زي ما انتوا شايفين النهاردة عملنا تشكيلة من المقبلات الرائعة بصراحة، حتى تصلح انها تبقى سناكس معاكم، حلوة جدا، تصلح انكم تحطوها في الفطار، هايلة جدا، طعمها حلو جدا. زي مثلا عملنا مقبلات تونة، ما بنحبش احنا التونة، ممكن نعملها بالفراخ، باللحمة المفرومة، بالهوت دوج، سوسيس، سجق شرقي او اللي هو السجق البلدي، يعني كبدة، ايه تاني يا زوزو، يعني ممكن تعملوها بكل الحاجات اللي تتخيلوها في الدنيا، بس فدي حاجة بتاعتكم. خليني هنا انزل البصل بتاعي اهو، ابتدى كده اهو، يلا بينا، عشان اللحمة المفرومة بصوا قربت تبقى، يعني فاضل لها حاجة بسيطة وتعتبر استوت معايا اهي. هعمل ايه؟ هنزل الفلفل الاحمر، فلفل اخضر مقطعاه شرايط جوليان، هجيب الكزبرة والبقدونس اهم، تبقى كمية حلوة، نجيب التومة، وهبتدي اتبل التتبيلة بتاعتي، مش هستنى، هنبتدي نحط كل التوابل بتاعتنا، كمون، بابريكا، وجنزبيل باودر، وملح وفلفل ده اساسي، والكمون.
المقادير بالظبط هتلاقوها عندكم على الشاشة، تقيدوا بالمقادير عشان يطلع الطعم المغربي مظبوط معاكم. مش هكتر ملح لان انا اوريدي حاطه ملح كمان في اللحمة المفرومة، والفلفل نفس الفكرة، فما تزودوش كتير قوي. هقلبهم كويس جدا، وشوية اول ما يبتدوا يتبلوا معايا هقوم حط عليهم صلصة الطماطم. اما بالنسبة للساور كريم وال قولولي انتوا الساور كريم والكزبرة مفرومة ناعم او بقدونس، سوري بقدونس مفروم ناعم، هيبقى عندنا اخر حاجة. بصوا انا هنا خلطت كل المكونات، في بقى اللي بيحب يزود شوية مية، في اللي بيحب يزود شوية من الزيت، فدي حاجة بتاعتكم انتوا براحتكم. انا هسيبهم لحد ما يتبلوا، مش هزود زيت بصراحة، هزود عليهم شوية مية ونخليهم يكملوا تشويح. ما بتاخدش وقت طويل خالص، بتاخد وقت بسيط جدا معانا، مش محتاجة وقت طويل. هاخد هنا شوية مية خلينا نشوف، خلينا نخليه هنا. التكتوكة المغربية ممكن ناكلها سخنة، ممكن ناكلها ساقعة، ممكن ناكلها بأي شكل احنا عايزين، براحتنا خالص، احنا اللي بنقرر. ممكن تعملوا سلطة بتحفظ معاكم شوية حلوين كده في التلاجة، ممكن تحفظ معاكم مدة 4 أيام أو 5 أيام في رمضان، فهتنفعكم كتير جدا وهتسهل عليكم حاجات كتير. إذا كان هي، إذا كان الزعلوك، إذا كان الخضار المشرملة كاملة، من السلطات أو المقبلات زي ما قلت لكم تتاكل سخنة وتتاكل ساقعة براحتكم خالص. نقلب كل حاجة، واللحمة المفرومة في نفس الوقت بتستوي. نخزنها في رمضان زي ما قلت لكم في علب بلاستيك، نحفظها كويس جدا، تكون محكمة الغلق أهم حاجة عشان نحفظها 5 أيام والسلطات دي تتشال. وطالما الأضمن بقى والأحلى بكتير 3 أيام، نعمل المقدار 3 أيام، لأن أي حاجة دخلت فيها طماطم عشان نتلافى موضوع الحموضة، فأي حاجة عدت 3 أيام يبقى خلاص حلو جدا، بس هي تستحمل لغاية 5 أيام ما تقلقوش. بس يفضل يعني بيبقى أحسن الموضوع لو سيبنا الحاجة مجرد 3 أيام وخلاص الموضوع خلص. يلا يلا يلا، شوفوا اللحمة المفرومة بتاعتي استوت حلوة جدا. أنا هشوف هنا التكتوكة ديالي، هعمل لها إيه بقى؟ يلا أهو، اهم حاجه ما نشيلش تكتوكة من على النار غير لما نحس انه كل حاجه اللي هي البصل او الطماطم دابوا معانا خالص. هجيبهم هنا معلش ونخلط. ما احنا ما بنقدمهاش مع اللحمة المفرومة، بس انا حبيت اقدمها لكم مع اللحمة المفرومة النهاردة عشان بيبقى شكلها حلو جدا وبيبقى طعمها حلو قوي. عملناها كتغيير يعني، حاجة غيرنا بيها وخلاص يعني، مش أكتر ولا أقل. خلينا نجيب هاد الطباسيل ديالنا ونرص فيه الكوبايات بتاعتنا. يلا نشوف هيشيل معانا قد إيه، هنخليه يشيل كتير إن شاء الله. واحدة يتيمة خلاص. يلا بينا شوفوا التكتوكة بالكفتة، اختراع جديد. المغاربة يقولوا لي ليه عملتي تكتوكة بالكفتة؟ احنا بنعمل حاجات تغيير خالص، بنعمل وصفات زوزو زي ما قلت لكم، وصفات مختلفة تماما. خلينا نجرب ونشوف التست، وبعد كده هي التكتوكة المغربية بس احنا ضفنا عليها حاجات شوية طالما هو الموضوع فيه مطبخ معاصر. بس يلا بينا. نحشيهم كويس قوي.
زي ما قلت لكم نقدمهم على الفطار، جربوهم البنات، ضروري 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 غيعجبوكم بزاف، غتكون اكله من الاكلات الزوينه بزاف، الطعم المغربي الزوين مع شويه ديال الاصاله والمعاصره كيف ما كنقولوا. طبعا ناس كثيره قوي دلوقتي قالت زينب قلبت مغربي خلاص مش فاهمين حاجه.